بلسم يداوي جروحي يا أغلى دار. قلبي يهوى للعماني والكركي والمعاني، وبنربط يا عز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة، وسنود السمرة بالزرقة عزيمة وقوة حديد. مفرقة وطفيلي والعداوي مية مية، جار الشيمة دباوي أهل الكرم والحمية. نشميوي بالنشمية هم بس الأردنية، هم بس الأردنية عزمو. يسرنا أعزائي المشاهدين أن نرحب أجمل ترحيب بضيف جديد من برنامج إنجازات وطنية، وضيف حلقتنا اليوم المهندس حسني دعمة صاحب عيادات زنجبيل الطبية. بداية أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا فيك يا مرحبا. مهندس حسني، أنت أشهر من تعرف في هذا القطاع، بنحب نفوت أكثر بالتفاصيل ونعرف السادة المشاهدين تعرف البطاقة الشخصية، عن كيف تم افتتاح العيادة وكيف بدأت الحياة العملية؟ في البداية أنا كأي شاب أردني يعني خلص مرحلة الثانوية العامة وانتقلت لدراسة في مصر، أنهيت منها دراسة البكالوريوس هندسة الاتصالات، وبعدين رجعت طبيعة الحال لأرض الوطن. كانت بدايات متواضعة في مجال العملي، اشتغلت في مجال في أكثر من شركة أو معظم من الشركات، لكن في الحقيقة أنا يعني من صغري وأنا مبني على يعني في الكاريزما عندي إنه أنا بحب الشغل الحر أكثر ما بحب شغل الوظيفة. فمن هناك انطلقت، كانت بداياتي إني سافرت لليبيا بعد مرحلة الثورة العربية أو الثورة اللي صارت في ليبيا، وهناك بدأت في أكثر من مجال في أكثر من قطاع. كان في قطاع المقاولات، في قطاع البناء، وبعدين انتقلت للمجال الطبي، ومن هناك بدأت في اني بدي انقل التجربة اللي يعني عشتها او عايشتها في ليبيا لأرض الوطن هون، بتخصص في بعض المجالات الطبية اللي بنحكي عنها مثل تخصص في الجلدية اللي هي تخصص صدفية. فتحنا المركز هذا، جبنا كفاءات أردنية، فعليا أطباء جلدية أردنيين على قدر عالي من المعرفة. بداية نشأة المركز هنا، طبعا المركز حديث افتتح في نهايات 2015، واجهتنا بعض الصعوبات في بعض الأمور، لكن الحمد لله رب العالمين قدرنا أن نتجاوز هاي المصاعب. وحاليا يعني عم بنحاول قدر الإمكان أنه نوصل للمواطن الأردني اللي فعليا عم بيعاني من كتير أمور مختصة بهذا الموضوع، مختصة بموضوع الصدفية بالذات، لأنه يعني في الشرق الأوسط احنا نعتبر المركز الأول متخصص بعلاج الصدفية. الطب اللي موجود حاليا يعني مش عم بيقدر يتغلب على هاي المشكلة، لكن الحمد لله عنا صار عنا في براءة اختراع بهذا الموضوع، تخصصنا بهذا الموضوع، عنا أكثر من 200 حالة شفاء صدفية، شفاء تام والحمد لله رب العالمين. مراعاة لحالة المواطن الأردني وللضعف الحالة الاقتصادية، أمننا نظام دفع الكاش أو دفع الأقساط في العلاج مع متابعة العلاج، الاهتمام بالكاستمر كير قدر الإمكان، لحتى يحس المريض أنه يعني فعليا لما يتواجد في مركز زنجبيل أو في عيادة زنجبيل الطبية هو عم بتواجد في مكان عم بيحتويه، عم بيفهمه، عم بيوصل له الشيء اللي بده إياه مع متابعة، بعيدا عن أنه نحسس المريض بأنه أنت جاي لمؤسسة تجارية هدفها بس الربح المادي. احنا فعليا يعني الحمد لله رب العالمين للحالات الشفاء اللي صارت عندنا، في عندنا ناس معدمة وغير مقتدرة على دفع العلاج وتم علاجها الحمد لله رب العالمين، وصلت لدرجات متقدمة جدا. في ناس استغربت انه في هذا الشيء موجود، نعم هذا الشيء موجود، لكن نتمنى انه الناس المسؤولين عن قطاعنا، الناس المسؤولين عن في اتخاذ القرار، انهم يسهلون هاي المصاعب على الاقل، انه لانه الهدف اسمى مش موضوع تجاري، الهدف سامي، خدمة المواطن. عم بتخلص المواطن من شيء مزمن، عم بتخلص المواطن من شيء متعبه نفسيا، لانه يعني علمك انه موضوع صدفية او موضوع الجلدية بالعموم موضوع بيتعلق بثقة الشخص بنفسه. يعني لما يعني تلاقي انه في مريض صدفية بيعاني من المرض سواء في منطقة معينة او في كامل جسمه، هذا الشيء اول ما بيأثر غير بيأثر على نفسيته قبل ما يأثر على جسده. انت علي؟ فكان هذا هيك يعني بدايتنا وانطلاقنا ولهي النقطة اللي وصلنا لها يعني.
بهنيك مهندس حسني. مهندس بنحب نعرف السادة المشاهدين ما هي أبرز الأجهزة المتطورة في المركز وأبرز الحالات اللي بتواجهها في العمل. هلا إحنا عنا في المركز فعليا يعني بنستعمل أكثر من تقنية مختصة بعلاج الصدفية بالإضافة للرجوع للطبيعة في علاج المرض. الحالات المستعصية بصراحة الموضوع متفاوت ما بين ناس أو حالات مرضية بتيجي في منطقة لوكال في الجسم، وفي ناس بتيجي كامل الجسم فيه صدفية مع معاناتها بسبب هذا المرض. بتختلف المدد الزمنية في العلاج ما بين أنه الشخص إصابته بسيطة أو إصابته متقدمة. طبعا احنا بنحاول قدر الامكان نريح الحاله المرضيه اللي بتيجي في البدايه نفسيا، يعني نطلعه على الحالات اللي تم علاجها فعليا في موضوع الصدفيه، لحتى يعني في البدايه نبني الثقه ما بينه وبينه، وبعدين نبدا مرحله العلاج. الحمد لله رب العالمين، قلت لك احنا في نهايه 2015 بدانا مشوارنا، في عندنا حوالي اكثر من 200 حاله صدفيه علاج. بحكي لك عن 60% تقريبا علاج نهائي، في حالات مازال يعني مستمره في العلاج، وان شاء الله ان ربنا يعني بيوفقنا في هذا الموضوع في هذا المجال ان شاء الله يا رب والى الامام. مهندس حسني، سمعتك طيبه في المنطقه ما شاء الله، بالتاكيد السمعه ما اتت من فراغ، حابين نعرف كيف اتت. والله في البدايه احكي لك بالنسبه لموضوع يعني الثقه ما بين الناس وما بين صاحب العمل او صاحب المجال، وخصوصا المجال الطبي. انا يعني فعليا كدراسه وكخلفيه، انا خلفيتي مش طبيه، لكن الموضوع هذا بيجي كيف انك انت تبني ما بينك وبين الناس الثقه، كيف انك انت تحاول قدر الامكان توصل لمرحله انه الشخص اللي قدامك مش عم بدور بس على الربح المادي من وراك، الشخص هذا عم بحاول يريحك يوصل في معاك لنتائج. احنا فعليا في حالات بتجينا كتير بنعتذر عن اخذها. السبب في هذا الحكي انه انا ما بقدر ابني امل عند الشخص اللي قصدني او قصد المركز عندي او قصد العيادة، ما بقدر ابني له امال في الهوى. في إلك علاج، ما إلك علاج بعتذر منه جد يعني ببساطة. هذا الشيء الحمد لله رب العالمين خلى السمعة الطيبة تنبنى عند الناس، يعني ما بيحكوا لك إنه هذا الشخص مش بس لأنه بده يربح من ورانا، في علاج أوكي، ما في علاج انتهى الموضوع. فهذا فعليا بالإضافة إنه يعني زي ما بيحكوها الجنة من غير ناس ما بتنداس، يعني فبدك تجامل الناس، بدك تاخذ تعطي مع الناس، بدك تحاول توصل لمرحله انه يعني خصوصا في الفتره هذه بنحس بفتور اجتماعي ما بين الناس. احنا بنحاول نتواصل مع هاي الناس، بنحاول نكون قريبين من قريب او من بعيد يعني، وان شاء الله رب العالمين بيقدرنا على هذا الشيء. يعني بشكرك مهندس حسني. مهندس حسني، حابين نعرف ما ابرز المشاكل والصعوبات اللي بتواجهها في العمل. والله إذا بحكي لك عن المشاكل والصعوبات، في المشاكل كثيرة وخصوصا في بداياتنا، يعني يعني بأسف إني أقول إنه ما لقينا التشجيع المناسب. إحنا شباب نعتبر في مقتبل عمرنا، مقبلين على الحياة، بنحاول نترك بصمة فعليا في حياتنا، إلا إنه في غياب مؤسساتي في الدولة مخلينا ما بعرف بقدر اسميها مهمشين من قبلهم او من قبل اصحاب يعني صناعه القرار، او ما بنظروا لهي الفئه كفئه فاعله في المجتمع. هذا الشيء بخلينا احنا يعني زي ما بيحكوها، يعني اذا الشيء اللي بدنا نوصل له في الغرب بيوصلوا له بفتره زمنيه بسيطه، احنا هنا نضطر نفني ايام واسابيع وممكن توصل لسنه او سنوات لحتى تقدر توصل للمبتغى اللي انت بدك اياه. هلا هون تشجيع للاستثمار بصراحه ضعيف جدا، ما في اي محفزات، ما في تحكي والله انه كيف يشجعوك انك انت تقبل، انك انت تتقدم، انك انت تتطور. واحنا فعليا عم نحكي عن مجال صعب جدا سواء انه هون او برا، يعني موضوع اللي بنشتغل عليه احنا مش موضوع سهل. اكيد احنا في عنا حالات بتجينا من برا البلد لعدم وجود العلاج هذا عندهم في بلادهم. هلا لما يتواجد عندك شخص زي هاد، معناته احنا لازم نقدر نعمل ماركتينج لنفسنا كدولة، كمؤسسات، كطاقات بشرية، كمقدرات سواء في الطب أو في أي مجال تاني.
انه احنا نسوق لهذا الشيء، مما يعني بيعود علينا بالاثر الايجابي سواء في 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 الوقت الحالي او في المستقبل. يعني بالتوفيق يا رب مهندس حسني. مهندس حسني، كل شخص بيطمح يكون احسن واحسن اكيد. نعم. ما هي الرؤيه المستقبليه لك في هذا المجال؟ والله احنا يعني طموحنا يعني الحمد لله رب العالمين عالي. يعني الشيء اللي بدنا نوصل له انه بدنا نوصل هذا المركز او هذه العيادات تتواجد في كل مكان قادرين نوصل له، سواء في 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 المملكه او على صعيد المنطقه العربيه او حتى على مستوى العالم ان شاء الله يا رب. والى الامام. اللهم مهندس حسني، احنا بننا عم نعمل امن وامان. هاي نعم. المنظومه بتميز الاردن عن باقي الدول. نعم. انتوا بيحكوا الاردن حديقه داخل حريقه. نعم. ايش بتعني لك هاي النعمه؟ والله يعني احنا هاي فعليا نعمه نحسد عليها. انا قلت لك انه انا يعني كنت في 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 احدى دول الربيع العربي، وكنت احس يعني بالفرق ما بين انك انت تتواجد في الاردن او تتواجد في دوله تانية لما تحس بفقدان نعمه الامن والامان. فلين الحمد لله رب العالمين، هاي نعمه نحسد عليها، هاي نعمه لازم نصر على انه نحافظ عليها. هاي نعمه المفروض انه الكل تتكاتف الجهود نوصل لمرحله انه ما ينكسر او ما تنكسر السمعه هاي عن البلد. والحمد لله رب العالمين بفضل الناس القائمين على على امننا وعلى اماننا، هذا الشيء احنا لسه بننعم فيه. الحمد لله الله يديمها علينا. مثل ما تعرف مهندس، هذا الفضل الكبير لجلاله الملك. نعم. ومن ثم نعم. القياده الهاشميه ووعي المواطن طبعا. نعم نعم. مهندس حسني، حابين نسمع منك كلمه بمناسبه عيد الاستقلال والثوره المئويه. طبعا انا بهني الشعب الاردني ككل، وفي البدايه بهني صاحب الجلال الملك عبد الله الله يرعاه بمناسبة عيد الاستقلال وسبعين سنة على استقلال هذا البلد، وبمناسبة المئوية الثورة العربية الكبرى. بحكي كل عام والشعب الأردني كله بخير. تسلم المهندس. مهندس حسني، كل شخص بتمنى رؤية جلالة الملك. نعم. لو حالف كل حظه قبل جلالة الملك، ايش تحب تحكي له؟ جلالة أبو حسين الله يديمه فوق روسنا، هذا في البداية. الشيء اللي بحب أحكي له إياه إنه يا ريت يكون في رعاية أكبر للشباب، يا ريت إنه يكون في نظرة يعني نظرة أوسع وأشمل للشباب ولطاقات الشباب، لأنه فعلياً إحنا في عنا طاقات نحسد عليها في الأردن فعلاً، هذا الشيء أنا لمسته في البلد وبرا البلد. أكيد مهندس حسني، مثل ما بتعرف جلالة الملك أول ما يدعو يدعو دعم فرسان التغيير. نعم. وأنت تمثل نموذج فرسان التغيير. نستذكر مقول جلالة الملك، ارفع رأسك أنت أردني بهمة النجام أمثالك. مهندس حسني دعمي. مهندس حسني، بيحب نعرف السادة المشاهدين أين موقع العيادة وإرقام الهاتف. إحنا الموقع العيادة هذا الفرع الأول على طريق أوتوستراد الزرقاء، أرقام الهواتف 079-054-6754 أو الرقم الهاتف الثاني 078-691-04. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، لا يسعني نتقدم في جزيل الشكر والعرفان المهندس حسني دعمي على تواصل ودعمي لهذا البرنامج. بشكرك مهندس. مشكرك، الله يسعدك. شكرا لك.